مرحبا بكم في التيكا تاكا سبورت تايم في حلقة جديدة. اليوم باش نحكيو على موضوع جديد، باش نحكيو على حكاية جديدة تخصها ترجي. اليوم باش نحكيو ميركاتو. كنت خممت قبل ما نعمل الحلقة هذه، لكن ريت انه من واجبي اني كصانع محتوى اني نعلمكم كل جديد ترجي. واليوم باش نحكيو على صفقة محتملة ترجي. برشا الناس اكيد باش تنتقدني تقول لي خلي كل شيء بالسترة، لكن ما ثم شيء رسمي لحد الان، لكن كيما ثم امكانية كبيرة انه يكون اللاعب هذا باش نحكيو عليه اليوم من ضمن الصفقات الصيفية للترجي. دونك الناس اللي يهمها الامر والناس اللي تتابعوا القناة ما تنساوش تخليونا في الكومنتير وتعملونا كجام وتتابعونا بعد الفاصل. بكم جديد في التيكا تاكا. كما قلنا اليوم باش نحكيو على اخبار يخص ترجي، اخبار يخص على الميركاتو بتاع ترجي. كما تعرفوا قرب الميركاتو الصيفي وبدات الاقاويل وبدا القيل والقال عن اقتراب لاعب فلتان وفلتان. اليوم الترجي في اتصالات وفي مفاوضات، خلينا نقولوا ماهيش متقدمه، لكن في خطواتها الاولى مع الدوله التونسيه اللاعب الاولمبي للمنتخب الوطني التونسي مارك اللامتي. اللاعب هذا للناس اللي ما تعرفوش هو لاعب تونسي من ذوي الجنسيه المزدوجه. اللاعب هذا عنده الجنسيه الالمانيه وينشط في فريق هانوفر. هانوفر اللي فسخوا الكونترا نتاعو دارنيرمون. اليوم اللاعب مارك اللامتي اصبح حر. اللاعب هذا يعني من اللاعبين الممتازين، وكان شارك في بعض المقابلات مع المنتخب التونسي لأقل من 20 عام، وشارك في زوج مقابلات مع المنتخب الأول المنتخب التونسي. اللاعب هذا سبق له لعب مع كل من فريق باير ليفركوزن قبل ما ينتقل إلى فريق هانوفر بصفقة تقدر ب 600,000 أورو. اللاعب هذا اليوم فسخ كونتراته مع هانوفر. رأوا المسؤولين تاع هانوفر أنه ما عادش ينفع ليكيب، تم فسخ العقد. اللاعب هذا كما قلنا ينشط في مركز وسط الميدان الدفاعي بيفو، سيد هذا كما ينجم يلعب ديفونسير ايضا. لاعب ممتاز جدا، لاعب حسب ما شفت الفيديوهات نتاعو قادر انه يعاون الترجي، قادر انه ينجم يدز مع الترجي. لاعب عنده خصال فنيه ممتازه جدا، هو الحقيقه كبنيه جسمانيه ماهوش قوي، لكن في تطليع الكره وفي بناء الهجمه وفي الخروج بالكره ممتاز جدا، ولاعب رزين وما يخافش حتى كي يلعب سوبريسيون تلقاه دائما يعني يعرف يخرج كره وما يخافش، يعني يطلع كره نظيفه ويعرف يعطي باسات، يعرف يطلع كره وقت لازم يخرج الكرة. ما عندوش اللاعب الزايد يلعب كرة، يلعب كرة سامبل. لاعب ممتاز انا في اعتقادي انه ترجي، خاصة انه لاعب صغير في العمر، الترجي تنجم تنفع به برشا 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 لو كان تجيبه. اليوم برشا صحف رات وقالت وحكيت انه مارك اللامتي نجم يكون احد الحلول للترجي وسط الميدان، خاصة مع امكانية خروج فوسيني كوليبالي للاحتراف. اللاعب هذا اللي قعد برشا في الترجي، وفي اعتقادي انه حان الوقت انه ياخذ تجربة جديدة. اليوم مارك اللامتي اصبح اسم موجود على طاولة الترجي في ميركاتو الصيفي في انتظار بس تاول ليه المفاوضات، في انتظار شنو الجديد، واكيد اي حاجه جديده باش تلقاوها حصريا على قناتكم التيكا تاكا. كما قلنا اليوم الترجي حطت مارك اللامتي كسيبل في الميركاتو الصيفي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الصفقه دي تتم، وان شاء الله الصفقه دي تمشي كما يحبوا مسؤوليه الترجي، خاصه انه فما عديد الانديه الفرنسيه الراغبه في التعاقد مع اللاعب، خاصه في الديفيزيون 2 تاع فرنسا فما انديه راغبه في اللاعب هذا. كما تعرفوا اللاعب اللي شجع مسؤوليه الترجي انه صغير في العمر، وانه خاصه نجحنا مع اللاعبين هذو من النوعيه هذه اللي يعني من اللي عندهم زوج جنسيات وثلاثه. تشوفوا انتم بوغرين، تشوفوا انتم قبل محمد علي عفوا شو اسمه بن محمد بن محمد ايمن بن محمد. اليوم ترجي ترى انه لاعبين كيما هذه تنجم تنفع، اني تنجم تنفع في المدى القريب والبعيد، تنجم تنفع من الترجي ويخرج للترجي برشا فلوس. في انتظار العرض المقدمه ترجي ما فما حتىش التفاصيل اليوم، جست جست النبض. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي حاجه تصير باش تلقاوها حصريا على القناه، باش تلقاوها حصريا على قناتكم التيكا تاكا هذه، واي خبر يخص الترجي اكيد باش تلقاوه على قناتكم هذه. انتظرونا ان شاء الله غدوة في حلقه جديده مع ضحايا ترجي السلسله اكيد اللي عرفتها الناس الكل. ان شاء الله نهار الاحد باش يكون عندنا باذن الله تحليل لمباراه ترجي والسي اس اس. في انتظار ما اي حاجه تصير في القناه واي حاجه واي فيديو باش يكون في القناه اكيد باش نعلمكم به اول باول. واذا ثم اي حكايه باش تلقاوها في قسم المنتدى ولا باش تلقاوها في الشورتس اللي موجودين على قسم اليوتيوب الفيديوهات القصيره دوك ممكن تتفرجوا عليهم انتوما. دمتم في رعايه الله، تحيه لكم، الى اللقاء.